أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم سات أجواء مستقرة لكن باردة إلى شديدة البرودة بسبب بقاء الكتلة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي الذي تأثرنا به خلال اليومين الماضيين، وبالتالي انخفضت درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل. التوقعات الجوية المتوقعة للعاصمة عمان خلال هذه الليلة درجة واحدة فقط متوقعة، أجواء شديدة البرودة 3 درجات مئوية تحت الصفر هي درجة الحرارة الملموسة، رطوبة مرتفعة والرياح تكون شرقية معتدلة السرعة. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد 10 إلى 3، المفرق 8 إلى 1، جرش 9 إلى 3، وعجلون 8 إلى 3 درجات مئوية. المنطقة الوسطى، العاصمة عمان 7 إلى 1، زرقاء 9 إلى 2، البلقاء 8 إلى 3، مأدبة 10 إلى 2، والبحر الميت 19 إلى 8 درجات مئوية. المنطقة الجنوبية، الكرك رياح نشطة 9 إلى 1، الطفيلة 10 إلى 4، الشوبك 7 إلى 2، العقبة 22 إلى 14، ومعان 9 إلى درجة واحدة تحت الصفر. نختم جولتنا بالمنطقة الشرقية، الأزرق 10 إلى 0، الصفاوي 1 درجة واحدة تحت الصفر، ورويشد 10 إلى درجة واحدة تحت الصفر مع أجواء مشمسة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.